أول شيء الحمد لله على الفوز ومشكور مصالم والإخوان على الاستضافة. الحمد لله على الفوز، فوز مهم كنا نحتاجه. كنا داشين مباراة بمحترف واحد، يعني احنا كلاعبين محليين قلنا خلاص لازم نحط يدنا مع بعض ونفوز هاي المباراة، لأن هاي المباراة جدا مهمة لنا. والحمد لله قدرنا نفوز وقدرنا نفرح هاي الجماهير اليوم. التوفيق من رب العالمين ووجود الوالد في الملعب هذا يكفيني. ان شاء الله باذن الله الله يوفقنا ونمثلهم خير تمثيل، والله يوفقنا ان شاء الله طول ما نقدر احنا نحاول ان نفرحهم.